This conference will now be recorded. يعني around 150-155 member هلا موجودين. Okay. Till now أكيد حيزيد يمكن. آه هاي منى كمان، منى نزال كمان survivor موجودة معنا. هاي منى. هاي كيفك حبيبي؟ أنا ما أشوفه. I'm great. منى جديدة من مع the club champion circle، بلشت معنا قريبا ومبسوطة بالتيم. هاي جيسي. جيسي are you with us? Okay, so Jessy started mana. We can start. All right, so مرحبا, أنا اسمي ريان الحاج. I'm Secretary General of LPSA. On behalf of the Children Cancer Day, نحن we organized this webinar with the Children Cancer Center and LPSA. فنحن اليوم we have four strong cancer survivors. في معنا البطلة جيسي, البطلة لين, Habbouch, البطلة لين حمزة, and also البطل سامي. We also have Mr. Wissam. Angel, thank you so much for accepting our invitation. Mr. Wissam, he's a TV host living in Dubai. We know him because of برنامج مثل Dancing with the Stars, انت وحظك, Minute to Win It, and also he's working on a new session, Carpool Karaoke on Dubai TV. I would also like to thank the Children Cancer Center, Mr. Rajad Bilal. Allah يعطيكم ألف عافية. يعني عن جد, thank you so much for all your efforts. Oh, please, Mr. Wissam, the floor is yours. Thank you. Thank you. Thank you, Ryan. Hello, guys. It's a pleasure to come back on you. Thank you for the introduction. But more than being انا شخص بيشتغل بالاعلام او بيشتغل وبيعمل برامج, انا مع Children Cancer Center صار لي سنين موجود انا وياه هون, موجود انا والشباب والصبايا. اكيد لين بتلاقى فيها اكثر من مره, منى فور شور, لين حبوش يمكن بيعرفوا قد ايه اوقات بزورهم. جيسي كان له حصه كبيره معي ان كان بزياراتي على المركز ولا ان كان بواحد من البرامج اللي انا عملتها لما حكيت عن قصتها. انا بقول لكم بالبدايه انه كل انسان بهذه الحياه عنده فايت. الفرق بين سيرفايفرز بالتشيلدرن كانسر سنتر والفرق بين غير اشخاص انه هالفايت بلش على بكير. كل واحد منا رح يعمل هيدي المعركة بالحياة, بس في أشخاص بيحملوها من هني صغار وهذا قدرهم, ومش معناتها أنه هني ليش تم اختيارهم nobody knows, بس على القليلة قدروا يعملوا هيدي الفايت بمطرح هني قوية فيه وعندهم حدا supporting لقلهم مثل Children Cancer Center. هني اللي بيساعدون بأكثر من موقع وبأكثر من مطرح انهم يقدروا يتخطوا كل هالظروف اللي هني عم بيعيشوها. فانا بدي اقول لهم thank you so much, مش بس للشيلدرن كانسر سنتر, لكل واحد من السيرفايفر, لسامي, لجيسي, للين, لمنى,
لا جبران لكل الشباب والصبايا اللي موجودين ب هالكلاب اللي هو السرفايفنج، يعني سميتوه نادي الابطال تشامبيون سيركل، لانه ريلي يو ار تشامبيونز بكل شيء عم تعملوه، لانه هالانسبيريشن اللي عم تقدروا تعطوها ان كان للناس اللي بيشوفوكم بالحياه ولا لا ناس جداد يمكن عم بيصير عندهم هالظرف بحياتهم وعم يقدروا من خلالكم لما بيشوفوا قديش انتم قوية قديش انتم تخطيتوا بطريقه قويه بيقدروا يساعدوا حالهم ويتخطوه. انا بدي بلش هيك، بدي احكي مع لين حمزه. لين انت وسامي وجيسي ولين كمان في قاسم مشترك بيناتكم، انه كل حدا منكم قطع بهذه المرحله وقدر يتخطاها بالعلاج كله اللي عمله خلال 3 سنين. اذا بدك تقولي لي بهالثلاث سنين هالمراحل اللي انت قطعتي فيها، وين المطرح اللي حسيتي فيه انه عن جد ممنوع to lose hope؟ أكيد هي تجربة كانت يعني منا سهلة، ما بقول أنه سهلة أكيد، بس كانت أحلى تجربة بحياتي، علمتني كتير أشياء. يعني ما بقول أنه ولا مرة فقدت الأمل بصراحة، يعني كل الوقت كنت بالسنجود في أمل، في دايما يعني لما نمرق بفترة صعبة كنا دايما لا نحولها لشيء بوزيتيف، وهذا الفرق نحن بيناتنا، لأنه دايما مركزي اللي يكون عم يدعمنا كيف دايما نكون بوزيتيف، دايما نكون عم نضحك، ما في شيء كان يزعلنا أنه يلطيف نفقد الأمل، ما في عنا شيء كان خيار أنه نفقد الأمل أكيد لا، وهذا سبب وجودنا نحن إسا، لأنه ولا مرة فقدنا الأمل. تعلمت بهالثلاث سنين أنه لا نضلنا دايما عنا صبر، عنا إيمان أنه لا بكرة أكيد أحلى، أنه ما في شيء بهالحياة سهل، بس نحن لازم نكون أقوى من الظروف اللي بتجينا، كرمال هيك نحن بنقدر هلا نواجه كل شيء يعني بيصير معنا، لأنه نحن مرقنا بشيء علمنا شو يعني يكون عنا صحة، شو يعني نواجه، شو يعني يكون عنا دايما أمل. إن شاء الله دايما بيكون هالأمل هيك بهالمساج اللي عم تعطيه. في كتير أوقات إذا بدي أحكي هيك مع سامي، عم تسمعني سامي؟ إيه عم تسمعني. في كثير اوقات سامي هلا هيك مثل الاشخاص يمكن عم يسمعونا هلا ما بيصدقوا، بفكروا انه يمكن لانه بصيروا لما بيسمعوكم عم تحكوا بصيروا يفكروا انه خي في شيء مش منطقي، مش معقول يكون هالقد انسان فايتر، هالقد عنده هوب، هالقد بيعرف يتخطى هذا الوجع اللي عم يمرق فيه، رغم انه انت كان عمرك سامي هلا عمرك 15 سنه وخلصت العلاج تبعك كان عمرك 14 وبلشت كان عمرك تقريبا كان عمرك مش 14 كان عمرك تقريبا 12 سنة لما بلشت العلاج، صحيح؟ بلشت علاج على 5 وخلصت تقريبا 8 وبعدين عملت هيدا عملت 5 سنين فولو اب. اوكي، فالناس لما بتحكوا عن الهوب وبتحكي عن الامل وبتحكي عن قديش كنت فايتر يمكن ما بيصدقوا، شو بدك تقول لهم حقيقه عن الفيلينج اللي انت عشته بكل لحظه بحياتك؟ اوكي، بدي اقول اول شيء انه هي عن جد هي فايت بيني وبين المرض، ومنا مسحه ابدا، يعني عن جد والله منا مسحه ابدا هالشغله، وكمان إذا الواحد بيتطلع فيها بطريقة تانية بتكون أهين شغلة بالحياة، إذا بتطلع من point of view تاني فيها تكون من أهين الأشياء بالحياة، وهذا اللي عملته أنا. شو هي هال point of view التانية اللي أنت كنت عم تنظر لها؟ كان عمرك 5 سنين عم بتقلي لما بلشت العلاج، يمكن كنت عم تطلع تشوف إنه أنا شو سألت حالك هالأسئلة اللي بتقلك إنه أنا شو ليش أنا عم بعمل هيك؟ ضليتني طبعا هيك عندي الهوب، ودائما هيك ضليتني عم بدعي انه ان شاء الله اشفى، وعملت كمان كثير اشياء بحبها، وهذا اللي خلاني اتخطى المرض. مثل شو القصص اللي عملتها بقلب المركز؟ ايه في كثير من جوا ومن برا، في من جوا كمان مثلا في كثير ناس تعرفت عليهم وبعدنا لهلأ بعرفهم، وكتير نحن صحبة وهيك، وكتير اكتيفيتيز عملنا بالمركز، وكمان برات المركز كان في كمان رفقاتي، وعملت كمان كتير اكتيفيتيز بحبه مثل الباسكتبول والسويمينج، فهول كتير ساعدوني كرمال اتخطى المرض وتضل الفرحة على وجهي.
ان شاء الله دائما يا سامي بتكون الفرحه على وجهك. انا بدي اقول كمان هيك في خبره عشتها انا وجيسي. وينك يا جيس؟ عم تسمعيني؟ جيسي يمكن عندها مشكله بالانترنت. عم تسمعوني؟ ايه يس ويسام نسمعك. جيسي اذا بدك شيلي الايرفونز او شيء. انا ما عم بسمع على جيسي. منى عم تسمعيني؟ عم بسمعك. كيفك انت يا منى؟ منيحة. انت شو قصتك؟ I'm fine. انت شو قصتك؟ شو بدك تقولي لكل الناس اللي هلا عم يسمعوك ويمكن بالنسبة لألون أنت شامبيون بهالسيركل؟ بدي أقول لهم أنه never lose hope، لأنه when نحن يكون عنا hope، بس يكون عنا نحن hope، أقل شيء نحن نقدر ننتصر على أي شيء كان، وكانسر هو من أضعف الأشياء اللي نحن فينا نواجهها. يعني نحن من أضعف what؟ من أضعف الأشياء كانسر نحن فينا نهزمه بقوة. يعني نحن ما حيقدر يسيطر علينا كانسر، ما حيقدر يسيطر على حدا، ما في يسيطر علينا، نحن منسيطر على كانسر، هو ما في يهزمنا. كنت تخافي ولا كنت دايما جربي تلهي حالك وما تخلي الخوف يكون عم بفوت لعندك؟ لا، ما كنت خاف. واجهت أشياء كتير صعبة، وصلت للليمت، يعني وصلت لبوينت انه خلص فقدوا الامل، وما خسرت حالي، وما خسرت الامل اللي بقلبي، وكانت قوتي على طول بالمركز اللي هن على طول كانوا حدنا وكانوا داعمينا بشكل مش طبيعي. يعني نحن البارت الكبير، الثانك يو الكبيره بتروح لهم، يعني هن اللي مخلين كان الامل بقلوبنا ونحن كفينا من وراهم. لما منى بتقولي لي هن كانوا عم بيساعدوك، شو كانت المسجز اللي هيك بتاخديها من حكام، من الانفيرمير، من الحكيم، من الناس اللي عم بيساعدوا، من الناس اللي عم بيلعبوكم وعم بيسلوكم وعم بيقدموا لكم شيء تضل الفرحه بقلبكم؟ شو المسج اللي دائما كانوا يقولوا لك اياه لما تحسي حالك انت عم تستسلمي وتعبانه؟ اول شيء ما كانوا حكماء، اهلنا. يعني ما انا ما بعتبر انه فولنتيرز، ما بعتبرهم دكتورز، بعتبر انا فايتة عند حدا من اهلي، يعني من ماي فاميلي. كانوا على طول مثلا انا وعم بتحكم او فايتة عند دكتور، فوت خلص، يعني فايتة على محل مش 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 لاتحكم او اخذ علاج او شيء، لا خلص انا رايحه مبسوطه، ما رايحه فاقده امل او شيء، او حتى راسي بانه انا رايحه بس تاخذ علاج، لا انا رايحه عند اهلي، عند فاميلي الثانيه، عبيت الثانيه. لهالدرجه هن كانوا بالنسبه إلي، يعني كنت بعتبرهم هن البارت الكبير بحياتي، بهيدا الجزء، بهيدا الجزء من حياتي كانسر. وام براود انه قطعت بهيدي الاكسبيرينس، وام براود اكثر انه قطعتها معهم، لانه لولاهم كان ما في هوب، ما في امل، ما في شيء. هن اللي خلونا قوايا بسبب المركز نحن قريب. لينا حبوش، انت عمرك هلا 10 سنين، شو ال عم تسمعيني؟ يس. اوكي. هلا حكيت منى انه كانت تنبسط تتروح على المركز، انت خبريني كنت تنبسطي؟ ولما بتقولي ايه كنت تنبسط، ليش كنت تنبسط تروح على المركز مع انه كتار كانوا بفكروا انه خي رايح انا اخذ العلاج؟ أول شيء كانت خوف كتير، يعني إنه كتير كتير، لأنه يعني أنا من قبل ما عرفت إنه معي كانسر أو هيك شيء، يعني ما كنت أخذ دواء لأن ما كان معي ولا شيء. بس عرفت معي كانسر أول شيء، بس كنت راح المستشفى كانت كتير خوف، بس هلأ يعني وقتها تعودت صرت إنه أعرف أشياء أكتر وبطلت خوف. شو أكتر شيء كنت تحبيه بالمركز؟
كيف بيتعاملوا معنا، وانه كان في activities وكنا نقعد مع volunteers ونعمل activities، نقعد مع رفقاتنا ونلعب. في عندك رفقة كنت تنطري تتلاقي فيهم؟ سامي انت كان عندك رفقة كمان تحب تقول انا ناطر امتى بدي انزل على المركز كرمال اقعد مع اصحابي؟ ايه كان عندي رفقة، بس هلا للأسف ما عم بتلاقى فيهم، لأنه على الانستا ولا على الفيسبوك ما لقيت شي عنهم. بس كان عندي واحد اسمه مالك والتاني اسمه رفيق حسب ما بتذكر. لما تقعدوا بين بعضكم هيك عم تحكوا، كل واحد كان هيك بفكر بي 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 هو شو عم بيقطع بمراحل، شو كنتوا تتشاركوا أفكار بين بعضكم؟ قل له يلا أنا رح أسبقك وأنت رح تسبقني، ولا شو كنتوا تحكوا؟ كنا ننسى المرض ونتسلى، يعني كأننا عم نعيش حياتنا الطبيعية، نقعد نتسلى نلعب شي جيمز أو نلعب مثلا أونو أو نرسم حي الله شي، يعني كنا عن جد عم نقضي أحلى أوقات بحياتنا عن جد. أحلى أوقات بحياتكم كانت سامي؟ إيه عن جد أحلى أوقات بحياتنا، يعني رغم إنه في مرض ووجع وهيك، بس إنه عن جد يعني كانت الأوقات كتير حلوة. قدي كان في هيدي الصلة القوية بيناتنا، إن عنا أشياء in common، هيدا اللي خلينا نضلنا صامدين ونسينا المرض. كنتوا تقووا بعضكم؟ يعني أنت لما تحس حالك ضعيف كان شو قلت لي أساميهم الشباب؟ مالك؟ مالك ورفيق. إيه مالك ورفيق لما يشوفوك ضعيف كانوا يقووك مثلا، أو أنت بالعكس لما تشوف حدا منهم ضعيف كنت تقويه؟ كنا دايما كلنا حب بعض، وإذا مثلا أنا كنت ضعيف يجوا مثلا لعندي على الأوضة أو شيء، او اذا كان حدا مننا ضعيف انا اروح لعندهم او شيء، يعني كنا دائما نضلنا حد بعض. شو بتتذكر هيك شي مره صار موقف انت وياهم حسيت حدا منهم كثير متضايق او تعبان، او بالعكس انت كنت متضايق او تعبان، بتتذكر شي موقف؟ بتذكر في مره كان رفيق كان على وقتها عنده بالاوضه وما كان في يظهر، لانه كان عنده شيء دواء ما بخليه يظهر، فرحت على وقتها قضيت النهار عنده بالاوضه هيك ضليت لحده وكثير تسلينا. قد ايه برايك لما قعدتوا بهيدا النهار ساعدته لرفيق كرمال يقطع هذا النهار من دون ما يحس بوجعه ومن دون ما يحس انه هو مش عم بيساعد حاله؟ هيدا كان عن جد كثير شيء كثير مهم، انه الواحد يساعد الثاني وهن يساعدوه، وهذا كثير عن جد بيساعد كرمال الواحد يتخطى على المرض، او انه اذا كان زعلان يضله انه يرجع مبسوط. لين حمزه خبريني قصه انت صارت معك، كمان عملتي اصحاب، كمان كنتي توقفوا حد بعضكم وسبورت بعضكم، صحيح؟ مظبوط، كثير صار عندي رفقه من ورا مركز سرطان الاطفال، وحتى هلا بعد عم بصير عندي رفقه زياده من ورا تشامبيون سيركل، وصار عندي بس فرنس، يعني لانه نحن عشنا نفس التجربه، يعني عنا ذات تفكير ذات يعني كل شيء بنفكر فيه بيكون نفس الشيء. ف لما كنت بهول الثلاث سنين اللي عديتي فيهم العلاج نعم لما كنت بهول الثلاث سنين اللي عم تاخذي فيهم العلاج وتنزلي فيهم على المركز كان عندك اصحاب؟ كنتوا مثل سامي واصحاب مالك واصحابه هالقد قراب من بعض؟ مظبوط، بتذكر مرة كان عندي يعني أول مرة أنا البوليسايتين بدي يركبوا لي إياها، وكانت هي عم تبكي وهيك، إجت رفيقتي يعني هي من الأوضة الثانية وقعدت معي وصارت تقول لي لا وكثير سهلة وأنا أشوفي مركبتها وهيك، وهيك صرنا ندعم بعض، يعني كل ما نحن يكون يعني هي عندها شيء خايفاني منه لا ندعم بعض، نكون أصلاً عندنا شيء لا نروح على البلاي روم نقعد مع بعض ونمزح ونضحك، ضل يعني عند بعض أصلاً، ما كان يعني الواحد يضل بأوضته بس. ضلوا يا اثنين عند بعض يا بالبلاي روم كلنا سوا، دايما نكون يعني مجموعين مع بعض. شو اكثر شغله ساعدتك انت هيك اذا بتقعدي بتفكري بينك وبين حالك بتقولي عن جد انا اوكي اخذت العلاج بس انا ساعدت حالي، بشو انت ساعدتي حالك؟ اكيد لانه كان عندي القوه، يعني كان عندي القوه اني كمل ضلني ضاين لو وقت ما يعني مرقت فتره صعبه بدي كمل، ومركز سرطان الأطفال بكل لحظة كنا بس ننزل مثل ما قلت، وانا ما كنا نحس حالنا نزلين على مستشفى لا نزلين على محل ننبسط فيه، يعني
كنت انا انبسط انا ونازله على مركز سرطان الاطفال انطر مناطره، حتى لو كان علاج صعب وما كان سهل، بس كنت انبسط انا ونازله. واكيد كان عنا ايمان، هذا الايمان والصبر هودي اهم شيء ده الواحد عنده هني تا يقدر يكمل، والاراده، لانه هودي الواحد اللي لازم يفكر فيهم. واكيد انا عندي شغله بفكر فيها دائما، انه اذا بدك تشوف شيء تنبسط فيه بالاخر، الهدف اللي انت بدك اياه لازم تمرق بفتره صعبه. يعني الحياه مليئه كلها ups and downs، بس هو الواحد بده يمرقها بطريقه بوزيتيف او يمرقها بطريقه نيجاتيف، هو هذا مثل ما بده يفكر. بدها تمرق، عندك الخيار، يا بتمرق انت ومبسوطه يا بتمرق انت وزعلانه. منى، قد ايه كان عمرك حبيبتي انت لما بلشت العلاج؟ لما بلشت كانسر انا عملت ريلابس. اوكي. اول مره كان عمري 6 years. اوكي. كان كانسر لوكيميا، ورجعت صحيت من بعدها بشهرين، عملت ريلابس بس بمحل تاني. كمان 3 سنين ونص، 3 سنين ونص، خلصت تقريبا سلم خلصة about 6 years. 6 years. yes. شو اللي تغير بين أول مرة وثاني مرة؟ لما أنت قطعتي بأول مرحلة وإجت ثاني مرحلة، شو اللي تعلمتي من أول مرحلة كان هيك دافع لإلك تتقدري تكافحي هذا الشيء لست سنين عم بيليلي بقيتي تقريبا؟ about تقريبا شيء 7 سنين كانسر. شو اللي ساعدك بين أول مرحلة؟ صار لي 5 سنين. كيف قدرتي بين أول مرحلة وثاني مرحلة؟ كيف فتي على تاني مرحلة؟ شو كنت هيك مغزية حالك من أول شيء؟ فتت على تاني مرحلة إنه أنا أول شيء إنه أنا انتصرت على المرض أول مرة، لا بدي أخاف منه تاني مرة. فا إذا بيجي مرة واثنين وثلاثة لازم نضل نحارب، حتى لو إجا مليون مرة. أكيد أكيد، وما حخلي هيك شيء يسيطر لي على حياتي وهو يتحكم فيني مش أنا أتحكم فيه. ما زال أنا فيني أتحكم فيه وبسهولة، ليش بدي خليه هو يسيطر علي؟ سو هون طالما فيه هوب خلص، ما في إنه نفكر بشي نيجاتيف، وسبيشلي إنه ما كان عنا وقت نفكر بشي نيجاتيف. يعني كل أجواء كانت بسط وأكتيفيتيز، ما كان عنا مجال أصلاً نفكر بشيء نيجاتيف إلا هالخمس دقايق اللي منفوتهم لناخد العلاج. إيفن إف كان العلاج مثلاً وقت طويل، مثلاً about 2 hours أو شيء، أو معلقلنا شيء، بهيدول الوقت نحنا بيكون معنا حدا من السنتر عم يدعمنا. إيفن النيرسز ما بتحس نيرس فايت اللي عندك، أو حتى أنه الدكتورز ما بتحس انه في الدكتور فايت لعندك، لا خلص انه انا فايتي بس اخد علاج او انا بس عم باخد علاج. لا، كنا نحن وعم ناخد العلاج ما نفكر، يعني انا بكون ناسي انه انا عم باخد علاج اصلا. سو اكيد ما حاستسلم للمرة التانية، لاني ربحت المرة الاولى وبربح المرة التانية والتالتة والرابعة كمان. ان شاء الله ما بيكون في اكثر من هالمراحل، والله يقدم لك الصحه. لانك انا بامن بشغله بالحياه، انه مثل ما جسمنا هيك ربنا اعطانا قدره انه في شغلتين احنا لازم نعملهم بحياتنا، اللي بيخلي الانسان انه يسيطر على المرض هو عدم الخوف. اذا بتيجي بتطلعوا انتوا اليوم بالمركز، ستاتستيك بتقول 90-95% يمكن من الأشخاص بيشفوا لما بيكونوا أطفال، وهذا المساج كتير مهم، لأنه الخوف مش موجود. الإنسان لما بيكون كبير بالعمر يمكن، أو بيصير عنده أزمة بحياته، بيصير عم بيفكر بالنيجاتيفيتي، بيصير عم بيفكر إنه أنا بدي أخسر كل شيء، بدي أخسر هذه الحياة، بدي أخسر كل شيء. بس لما بيكون بعمركم بيكون عم بيقاتل ومعتبر إنه هذا جزء من حياته وبدي أقاتل عليه. أنتوا أربعتكم هلأ حكيتوا بفكرة كتير مهمة، إنه كنتوا عم تضخوا بوزيتيفيتي، كان المركز عم يعطيكم بوزيتيفيتي. هذه البوزيتيفيتي هي اللي ساعدتكم، لأنه جسم الإنسان
مثل ما بينجرح من جوا. وهلا يمكن كثار من ال من ال من الشباب والصبايا اللي عم يتابعونا بهذا الويبينار بيعرفوا شوي عن شو انا عم بحكي. لما بتنجرح ايدنا مش اوقات كثير بدها تقطيب، بتقدر تشفي حالها بحالها لانه جسمنا مكون بطريقه بيقدر يشفي حاله بحاله. كل ما الانسان نفس الشيء من داخله قادر يساعد حاله انه يشفى، المهم انه يكون عامل هالفوكس تبع الانرجي كلها تبعه، انما تكون عم بتروح وتتوزع على مطارح يكون الانسان هو عم يساعد حياته انه تدهور. لانه اوقات كثير المرض بيضرب الويكنس، اضعف نقطه عنا اياها بجسمنا، واذا نحن هذه النقطه اللي هي ضعيفه بجسمنا سيطرنا عليها بطريقه انه ضخينا لها كل شيء تقدر يساعدها انها تشفى، قادرين ان نتخطى هذا الشيء اللي نحن قدي نحن عم نقطع فيه. يعني سامي انت كنت عم بتتابع مدرستك كمان بنفس الوقت؟ ايه كان في كذا شغله يعني كتر خيرها ماما، هي كان ما كان في على وقتها لما انا كنت اول ما مرضت ما كان في على وقتها واتساب، يعني على التليفونات ما كان في ابدا واتساب، فكنت اضطرت اروح على المدرسه تجيب لي الدرس وكل شيء. وكان في كمان اوقات معلمتي تاعت الصف تجي لعندي على البيت وتعطيني كل شيء انه راح علي، وفي كان في احيانا كمان رفقاتي يكتبوا لي هيك رساله صغيره او شيء هيك مسج صغير وهي المعلمه جايه لعندي بتعطيني اياها. قد ايه ساعدوك اصحابك بهذيك المرحله انك تقدر كمان هيك تعمل هالفايت؟ يعني هن عن جد بدي اعطيهم دور كتير كبير، يعني ما بس رفقاتي، كمان الاداره بالمدرسه هن كمان عن جد يعني اعطوني اهميه كبيره وساعدوني انه اتخطى المرض، انه سهلوا لي اياها يعني كتير، عن جد سهلوا لي كتير اياها. اذا بدك تفكر هلا هيك باليوم، انت سامي عمرك 15 سنه، قطعت بهذه المراحل كلها، شفت قد ايه الناس وقفت حدك، شفت قد ايه المركز وقف حدك، شفت اصحابك، شفت السبورت، عرفت قديش بقيمة الحياة هيك بيقدر الإنسان يعمل الفايت ويكون في ناس حواليه. شو اللي بتفكر فيه إنه أنت عبالك تعمله لا أشخاص تانيين يمكن اليوم بحاجة لك؟ أوكي، أنا طبعا لازم ضلني حدهم لأنه السبورت هو كتير عن جد كتير كتير بيساعد كرمال الواحد يقدر يتخطى أو يوصل للشغلة اللي بده إياها. بهالسيركل اللي انتم موجودين فيه لين حمزه تشامبيون سيركل، شو اللي عم بتخططوا له؟ شو اللي هيك اكيد بعرف انه كلكم بتكونوا مجموعين عم تعملوا انيشيتيفز، عم تشتغلوا على افكار جديده، شو اللي عبالك تحققيه من خلال هالنادي اذا بدنا نسميه؟ احنا بتشامبيون سيركل هدفنا الاساسي انه ندعم الاولاد اللي بعدهم بالعلاج، اللي بعدهم بحاجه لدعم، لانه نحن مثل قدامهم، نحن مرقنا وقطعنا بذات الظروف ولكوين أستا وين صرنا، فهني بس يشوفونا، بس يشوفوا نحن وين صرنا كيف صرنا، أكيد رح يعني يصيروا عندهم أمل أنه هني يشوفوا يصيروا مثلنا كمان. فعاد عن أنه نحن عم نجتمع مع بعض كثير، صرنا تعرفنا عن يعني عرفقة جديدة، أنا صار عندي كثير رفقة مثل أختي صاروا بالتشامبيون سيركل. بس كمان هدفنا الأساسي أنه أول شيء نوعي المجتمع ونساعد رفقنا اللي بعضهم بالعلاج. شو يا منى، أنت انضميتي مؤخراً على السيركل؟ yes. شو عبالك تحققه من خلاله؟ أنا عبالي شغلة واحدة، هي إنه كل الـ patients بالمركز يصيروا survivors مثلنا. أنا هيدي الشغلة الوحيدة اللي بدي أحققها من خلال champion circle، إنه أول شيء نحن نضل مع بعض متمسكين ببعض كوننا survivors و champions، صرنا family، بطلنا friends أو patients أو بس patients رايحين إنه راحوا وخلص أخذوا علاج، لا صرنا family. وهدفنا أنه نخلي كل patients اللي بقلب المركز يصيروا survivors مثلنا. لين شو بيك تعملي؟ لين حبوش لين عم تسمعيني؟ ايه هلا ايه. بدي ضلني معهم بالشامبيون سيركل وبدي اعمل اكتيفيتيز معهم وادعمهم.
وأدعم المرضى يعني. شو بدك تقولي لها كل حدا هيك اليوم يمكن مش ضروري يكون مريض بس حاسس إنه هيك الدنيا مسكرة بوجهه؟ شوفوا نحنا كان عنا كانسر وهلأ إنه صرنا كانسر سيرفايفرز وإنه نحنا مرقنا بكتير كتير أشياء صعبة بس هلأ يعني صرنا بالشامبيون سيركل اتصلنا. أو بس بدي أقول شيء بعرف إنه هلأ الأوقات مش كتير منيحة بس إذا فيكن بس أعملوا دونيت حتى لو مبلغ صغير لأنه بهيدا المبلغ الصغير فيه يساعد ولد سامي شفتك تحمست عبالك تقول شيء. ايه عن جد بوافق كثير على لين انه لو يعني مبلغ كثير صغير هذا بيعمل فرق كثير كبير. شو بدك تقول لكل الناس هيك اللي يمكن عم بيعانوا من الظروف او عم بيعانوا من مشاكل او شو بدك هيك توصل لهم مساج؟ اوكي بدي اقول لهم انه يضلوا قوية لانه انا كثير عن جد بآمن انه هلا قدامنا في ايام عن جد حتكون احلى بكثير. دائما هيك كل يوم الصبح بتوعى بتقول اليوم بده يكون احلى؟ ايه يعني في مره مثلا الصبح كان عندي وقت اونلاين كان يوم تنين شفت في كاميرا من رفقاتي انه هيك انه ما له خلق ولا شيء طلعت لبرا قلت لهم يا جماعه طلع بالشمس قد ايه حلوه وقد ايه الله عطينا حياه حلوه وفتحت له كاميرا للاستاذ وهو عجبه كثير. حبيبي يا سامي شو يا منى عم تضحكي؟ لازم نضل عم نضحك ان شاء الله الكل يضل عم يضحك ان شاء الله ان شاء الله دائما. هيدي اتس ديسيجن الانسان بياخذ قرار بحياته يا بده يضحك يا بده يبكي. شو بدك تقولي لكل الناس نفس السؤال اذا مثل ما سالت للين ولا سامي انت شو بدك تقولي لهم؟ انا بدي اقول لهم انه يخلوا ايمانهم بالله كبير لانه الله ما بيترك حدا. كلنا لازم نكون واقفين حد بعض لأنه بعرف عم نقطع بأزمات ما منيحة هلأ وفي ضغطات بس أنه لو حتى مثل ما قالوا لين وسامي لو مبلغ صغير نحن فينا نساعد patients بحاجة إلنا هلأ بالسنتر ولو كل حدا يعني لو كل حدا تبرع بشوي نحن بنقدر نأنقذ حياة patients تقريباً patient 2-3 قد ما فينا يعني نحن عقد ما بنقدر عقد ما في patients بيرتاحوا وبيصيروا معنا بالchampion circle إن شاء الله يا منى إن شاء الله. شو يا لين شو بدك تقولين على الأشخاص اللي ملاقيين إنه الدنيا مسكرة بوجههم؟ صح وقت هلا كثير صعب بس طلعوا قبلنا هلأ نحن شوفوا قدي مرقنا بإشي صعبة ولكن صرنا عيشوا حياتكم كل لحظة بلحظة ما تفكروا بكرة شو بدو يصير أو بعد بكرة شو بدو يصير لا عيشوا كل لحظة انبسطوا كل لحظة عيشوا حياتكم بالطول وبالعرض ما تفكروا بشي يفقسكم أو يخليكم زعلانين لا لأنه الحياة ما بتستاهل دمعة ما بتستاهل أي شيء يزعلنا كل شيء بالحياة إله حل إله بالآخر في حل إذا نحن تحلينا بالصبر كان عنا أمل لبكرة لأنه ما في شيء بالحياة بيجي بالسهل بس بنفس الوقت نحن بنكون قوية وقت حالنا وكل لحظة بحياتنا هي تعلمنا كل شيء بحياتنا كلها هي تجربة نحن بدنا نعيشها ونقدر نستفيد منها ونكون دائما عم نكون بوزيتيف فيها. لين لما شفتي هيك الناس بهالفترة مرعوبين من الكورونا والكل خايف على صحته خايف انه يلقب هذا الفيروس شو فكرتي؟ بتقول انه خايفانين من الكورونا بس انه في كتير اشياء بالحياة تخوف اكتر اكيد نحنا اكيد كنا عم نهتم بحالنا لانه نحنا بنعرف قيمة الصحة ما عم نقلهم ما يهتموا بحالهم بس بنفس الوقت ما يخافوا ما يكون عندهم خوف اكيد يكون في عنا حذر بس مش خوف لانه الامل هو اهم شيء يكون في عنا تفاؤل لبكرة انه نحنا بكرة رح نكون مناح مش ضروري انه لا
بكره انه اذا اجانا كورونا شو رح يصير. لك وينا اجانا شيء يمكن اصعب من كورونا وشيء كثير الناس تعتبره انه لا ما حدا بينشفى منه، بس نحن اكبر مثال انه لا كل شيء بالحياه له حل، كل شيء له جانب ايجابي منه. يمكن انا قبل الكانسر كنت شيء وبعد الكانسر صرت انسان ثاني. شو هو الانسان يا صوفي؟ صرت انساني اول شيء قادر واجه اي شيء بيصير بالحياه، قادر واجهه، قادر يكون عم يعني شو ما يصير معي بقدر انا اتخطاه، لانه انا مرقت بشيء علمني انه اتخطى شو ما كان، علمني انه لا لازم اكون قويه بكل شيء بحياتي. صرت انسانه جريئه بقدر بحكي عن قصتي وين ما كان. يمكن في ناس تتعجب انه كيف بحكي عن قصتك هيك، بس لا صرت قادر اتحمل يعني الناس اللي ما بتتقبل هالموضوع. لو هلا سؤالي شوي رح يكون غريب، بس هيك بدي اساله لسامي، مش حاسالك اياه لك، رح اساله لسامي. سامي انت سيرفايفور، وهلا الناس رح يستغربوا، بس حدا منكم اول ما بلشنا الحديث ما عم بتذكر مين اللي قال لي، يمكن انت اللي قلت لي انه انا بشكر حالي انه صار معي هذا الشيء، صح؟ مش ما يمكن، انا ما بعتقد. بس شو غير؟ اوكي اذا بدي اجاوب على سؤالك بدي اقول انه القوة اللي كان عندي اياها وكل هالامل يلي كان عندي اياه انه عن جد انه هو انا يعني يلي قدرت اتخطى المرض، انه من ورا حالي ومن ورا طبعا رفقاتي يلي هن عطوني القوة لأقدر انا اتخطى على المرض. ولكل سامي، نعم، بعد في شيء بخوفك؟ لا من بعد هالتجربة بطلت خوف من شيء. يعني حتى هلأ كورونا مني خايف منها أبدا. يعني علمتني هالتجربة كيف حافظ على حالي، حافظ على 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 كل يلي حدي وكل العالم. إن شاء الله دايما. منى أنت شو تعلمتي وشو المساج اللي بدك تعمليه بحياتك؟ أنا تعلمت انه لازم ضل قوية، ما لازم اخسر، ضل ربح. هلا اكيد في ربح وخسارة، بس الاشياء الشغلة اللي بدها تقضي علينا نحن لازم ما نخسرها، نخسر فيها لازم نربح فيها. شو المشكلة اللي بتعمليها؟ في شغلة بدي اعملها، يعني انا انه حابة المشن اللي هيك مقررة انه انت اخذتيها عهد على حالك. اوكي المشن اللي بدي اعملها هي to support cancer patients. دايما yes اكيد of course، مش بس children وكمان كل العالم اللي عنده cancer، مش ضروري بس يكونوا، بس especially هن اللي بدهم support، اللي هن بعدهم مش واعيين تقريبا على الحياة، انه هن انظلموا من اول عمرهم وصار عندهم كانسر، هول سبيشالي اللي لازم يكون لهم دعم من قبلنا. بس انه ما لازم كمان انه نزيح عن انه في كمان غير patients عندهم كانسر كبار بالعمر، كمان بدهم لازم يتلقوا our support. لين حبوش، هيك لما بتكوني هلا قاعده مع اصحابي وبتشوفيهم زعلانين، بتشوفيهم مش مبسوطين بقصص عم تقطع معهم بحياتهم، يمكن بدهم يشتروا شغله ما بقى ما حدا اشتري لهم اياها، وهيك شو بتقولي لهم؟ اكيد اول شيء بقويهم وبقول لهم انه هن ما في شيء انه بيستاهل ليزعلوا او شيء، لانه مثلا هلا في كتير عالم متضايقين من الماسكس لأنه الكورونا، بس يروح على حيالة مكان لازم يحطوا ماسك. بس أنه الكانسر سيرفايفرز متعودين أنه يحطوا ماسك لأنه the immune system is weak and we like need to put the mask. لين مسام، سوري اذا أفوت على questions، بس جيسي فخري موجوده معنا، صارت ريدي if you would like to ready. بس
ما تحطش على أي شيء صارت معنا على الطب. هاي جيسي. جيسي بعتقد عندها رجعت مشكلة. جيسي بس شيل الإيرفونز أو بليز من السيتنجز المايك. ما إلها نصيب شكل اليوم. هيدي مع عنا إنترنت حلوة. جيس مش حتسمعنا. انا عندي اكسبيرينس انا وياها مع الانترنت سابقه. خليني افتح مجال للشباب والصبايا اذا عندهم اسئله من اللي عم يحضرونا. وي وود لاف تو لانه كمان هن عندهم ميشن بهيدي الحياه، جزء كثير كبير منهم عندهم مسؤوليه كثير كبيره تجاه المجتمع بالاختصاص اللي عم يعملوه. سو في حدا عنده أي سؤال حابب يطرح على لين، على منى، على لين، على سامي؟ كيف رح ناخذ الأسئلة؟ باي رايتنج ولا حدا بفوت؟ إذا حدا عنده حيلا question just type in the chat box و Wissam بيقلنا question. Yeah. Okay. إذا حدا عنده سؤال كم شخص أنتم موجودين هلأ صرتوا بالشامبيون سيركل؟ نحن صرنا أراوند 220 وبعد الخير لقدام. أكيد الخير لقدام. قدي الأعمار عم تكون عند الشباب والصبايا بين قدي وقدي؟ في عنا كتير أعمار، يعني أنا من أعمار 3 سنين 4 سنين لعمر إذا بدك 30 32 سنة. والحلو هلأ باللي عم بيصير أنه كلهم مثل ما قالت لين مثل ما قالوا الشباب والصبايا أنه عم يعرفوا بعضهم بغض النظر عن الفترات اللي خلصوا علاجهم فيهم. يعني بيناتهم أشخاص ما بيعرفوا فترات العلاج ما بيعرفوا بعضهم. So the Champion Circle كان مثل ما بقولوا كفيل يعرفهم على بعضهم، وصار في اصحاب كثير يعني بين الشباب والصبايا. وتو بي اونست ما كنا مفكرين حيكونوا هالقد اصحاب مع بعضهم، بس لا يعني بتلاقيهم على الجروب الواتساب، امتى بدكم تجمعونا، امتى بدنا نعمل اونلاين سيشن، امتى بدنا نجتمع. فالحمد لله لا صاروا كثير اصحاب مع بعضهم، وعم بي عم بيش يعني عم يتشاركوا هذه التجارب اللي مروا فيها. Thank you بلال. انا بدي اقول عن جد لكل اللي عم يحضرونا هلا انه يلي ما بيعرف شو بيصير بالجنرال كانسر سنتر ما راح يعرف ليش هلا، ليش سامي، ليش منى، ليش لين ولين هالقد قدروا يقاتلوا هيدا المرض وقدروا ينتصروا عليه. لانه أنا دايما بسميهم أنجلز، هذا مش مركز للمستشفى، هذا مركز لأنجلز، لأنه ما بتتخيلوا قديش كل واحد عنده هيك أنج جارديان موجود حده عم بيساعده وعم بيس بوشينج هم ليقدر يتخطى هذه المرحلة. وأنا بخبرتي اللي عشتها معهم لما بشوفه ببرم هيك على الأوض بكون عم بلاقي إنه في مسرحية دائمة عم بتكون موجودة لهالشباب والصبايا يكونوا مبسوطين، يكونوا مرتاحين، يكونوا حاسين حالهم انه هن بمطرح بيساعدهم انه ينبسطوا انه يجوا عليه رغم انه الوجع يمكن موجود فيه. فمثل ما قلت بالاول لانه ما بيعرفوا الخوف هذا الشيء كثير بيساعدهم انه يتخطوا هالمرض اللي عندهم اياه، وهن وافقوني على هذا الشيء. فبدي أقول لكل الشباب الصبايا عن جد volunteers والناس اللي بيشتغلوا بهالمركز، لك جورجيت أنت أنا I was sure لما صار الأكسيدنت بأربع أغسطس إنه you will be a survivor لأنك عاش قديا لكثير من هالولاد
وكلهم كانوا حاملينك بصلاتهم وعم بيتمنوا لك انك تقومي وتوقفي على رجليك فيه. وانت اذا بتطلعي يمكن شوي على اللي مرقتي فيه بتعرفي انه هن خلوكي تطلعي منه، او هن بالاحرى بحملوكي انك تطلعي منه. ف يو ار بلاست انه انتوا الشباب والصبايا وكل حدا مشتغل والفايترز واللي موجودين بهال تشامبيون سيركل، كل هالانرجي اللي عم تضخوها مع بعضكم عم تضخوها لا تقدروا تعملوا هالشمعه بظل هالعتمه كلها اللي موجوده حوالينا ان كان بلبنان ولا تحديدا بالعالم. فانا بدي اقول لكم الله يقويكم، يعني fighting together is better than fighting alone. ودائما هذا الفايت لما بيكون مجموع باشخاص عم يتشاركوا الوجع نفسه بيقدروا يكونوا عم يتخطوه بقوة، لأنه واحد لما بيكون لوحده شيء كتير صعب، ولما بيكون موجود مع ناس supporting him أيام مساج كتير صغير. ما بديكم توقفوا، يعني اليوم نحن عايشين بعالم social media اللي توصلوا مساج منى سامي لين جيسي، مساجاتكم قادرة تكون لأشخاص يمكن منهم منتبهين إنه بحاجة لها. أيام كلمة صغيرة بتقولوها بتغير حياة أشخاص. So keep the message. خليكم spreading هال experience اللي انتو عشتوها بكل التفاصيل اللي عشتوها بهالمركز، بكل التفاصيل اللي قتلتوا فيها تتقدروا توصل لانتو عليه اليوم. وخلوا هالمساج لانه اكيد اللي قطعتوا فيه وربنا اللي ساعدكم فيه لازم يكون فيه من خلاله رسالة تقدروا توصلوها لكتار من الناس. So keep fighting, keep spreading هالpositivity. وضلكم عم تكونوا أمل لكل الناس بأنه ما في شيء مستحيل. أكثر الأمراض بشاعة على هذه الأرض قادر الإنسان يتخطيه لما بيكون عن جد ما بيفقد الهوب وما بيفقد الأمل بأنه قادر يتخطى هذا الشيء. بدي أخذ هيك كلمة سريعة منكم سامي، منى، لين ولين. آخر شيء شو بتحب تقول سامي؟ بدي أقول أنه شكراً للكل يلي كانوا هون معنا بالميتينج. بدي أشكر كمان كل الناس يلي كانوا حدي، إن كانوا من المركز، إن كانوا رفقاتي مدرسة، ناس ما بعرفهم، ناس بعرفهم، أو حتى أنه شخص واحد هيك عطينا ضحكة صغيرة. بدي أشكرهم، أعطي كل الشكر لألهم، لأنه هن عن جد كانوا بارت كبيرة من الجورني اللي عشتها بوقت العلاج. الله يقويك يا سامي، و stay safe و stay positive و I love you. Thank you more. لين حبوش، شو بيك تقول يا حبيبي؟ بدي أقول لكلهم إنه لمركز سرطان الأطفال إنه thank you a lot for standing beside us and إنه thank you لكل العالم اللي وقفوا حدنا وساعدونا وبدعمون أنا، وأكيد كلهم كمان بدعمون. و thank you a lot for everything. وبس بدي أرجيك شيء وسام، ترجيني هيدا وقت أنا وياك وريم. يا حبيبتي قد ايه عمرها هالصورة؟ كانت من سبتمبر 23 2017. كبرتي يا بنت، رجيني رجع الصورة. لك شو تغيرتي يا حبيبتي. If you want I can send it to you on Instagram. Please do. I love you Lynn. You are a fighter حبيبي. I love you more. Thank you. حبيبتي. لين حمزة، ما عندي صورة أنا وياكي. بعد كيف يعني؟ عملي سكرين شوت هلا. ايه يلا. شو بدك تقولي؟ بدي اقول انه اول شيء شكر كبير لما لوف يو حبيبي. انا كمان، لان لو ما مساعدتكم لي انا ما كنت سرطان، ما كنت سرطين لسه. سرطان مش نهاية الحياة مثل ما المجتمع بيفكر، لا، السرطان هو بداية الحياة، هو بداية نجاحات كبيرة نحن مش واعيين له. يعني هو يعني شابتر بحياتنا بخلينا نوعى لكتير اشياء. هو نعمة انا بنظري، وبآمن انه الله
يعني صار معي كانسر وشفاني لهدف، لأنه أنا إلي المشن بهالحياة. وأكيد هلأ كل حدا زعلان، كل حدا معصب، كل حدا قاعد بالبيت مش طايق الإقفال أو القعدة بالبيت، لا القعدة بالبيت هي نعمة كمان. فمش واعيين نحن لكل شيء حوالينا قديش في أشياء حلوة. لا هلأ خلينا نوعي لها خصوصا بهالفترة الصعبة، خلينا نطلع على الجانب الحلو من الحياة، على الجانب لا أنه بكرة أحلى، يكون دايما عنا positive vibes، لأنه لازم نحن نضلنا قوايا، نضلنا نكون قادرين نتخطى أي شيء بالحياة. مش كل شيء بالحياة بيجي مثل ما نحن بدنا، مثل ما نحن بنخطط له، بس شو ما يجي بالحياة لازم نحن نكون قادرين نتخطى. Thank you Leen. Thank you حبيبتي، والله يحميكي وتضلك هيك positive. و Thank you كمان for supporting هالشباب والصبايا اللي اليوم بحاجة للسبورت تبعكم. منى. Yes. شو بدك تقولي؟ بدي أقول thank you لكل اللي كانوا معنا بالميتينج. Thank you للمركز. Thank you إلك بسام. Thank you so much. وبدي أدعم، بدي أقول لهم أنه ما لازم نحن نخاف، ولازم عطول نضل متأملين، لازم عطول يضل عنا أمل بقلبنا أنه نحن حنخلص. وبارت من هالأمل يكون أنه CCCL حدنا، ومن خلال هيدا الشغلة عرفوا أنه أنتوا ما حتخسروا، عطول حتكونوا ربحانين. Thank you يا منى. Thank you يا حبيبتي. Welcome. الله يحميكم ويحمي هالمركز ويحمي لبنان، لأنه نحن هلأ بمرحلة الكل بحاجة لهيك نتكاتف مع بعضنا تنقدر نقطع المرحلة. الله يحميكم و thank you so much على هالopportunity أني أقدر أكون موجود معكم. Thank you جورجيت. Thank you بلال. Thank you كمان لـ هالإنيشيتيف اللي اليوم كانت موجودة من الـ LPSA. كمان الله يقويكم، أنتوا عندكم مشن كتير كبيرة بهذه الحياة، جايين عليها بالمستقبل، أنتوا مسؤولين عن أرواح كتير من الأشخاص، أنكم تساعدوها كمان بمطرح من المطارح. فخلوا إيمانكم كبير وخلوا الأمل اللي بتقدروا هيك، يعني كثير يمكن حبة دواء بتكونوا عم بيجي حدا يشتريها من عندكم بكرة بالمستقبل، فيها هالحبة الدواء تنباع as a product وفيها تنباع as أمل. فبليز keep this message براسكم إنه حبة الدواء بتقدر تكون مرسومة مع ابتسامة مع شيء بيعطي أمل للشخص اللي جاي يخدها، لأنه بيكون بحاجة لها بكل شيء. فبشكركم من جديد والله يحميكم. I love you Leen. Thank you حبيبي. شفتني هالصورة وبتاخذي العقل. وسام الشباب والصبايا سيرفايفر اللي كانوا معك لما كنا عم نحكي معهم اليوم حبوا يكتبوا لك هدول اللي على السكرين عندهم، ما بعرف اذا شايفهم على التليفون، بس عم كتبوا لك بايدهم وي لاف يو وسام. حبيبي حبيبي انا اي لاف يو كمان ويسي. حبيبي حبيبي انا 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 اللي اي لاف يو و ثانك يو سو ماتش، لانه انتم اللي مش انا كنت يعني انا بكل زياراتي على المركز، ما بعرف من اي سنه، ممكن هذا بلش جورجيت تذكر شيء، انا ما بتذكر ما بتذكر من اي سنه، بس كان يعني للاسف هلا اضطريت اني اكون برات لبنان. انا بتذكر انا بتذكر بتذكر بلال من امتى بلشنا؟ اي اكيد من ايام جبران. ايام جبران جبران بس جبران صار شاب جبران صار شاب انسان بعده صغير، جوجات بتعرف كان بعده كتير صغير وتعلق جبران كتير بوسام ودايما يشوفه، بس يشوفه بالمركز يركض عليه. هلا جبران الحمد لله خلص وصار برا لبنان وصار شاب، فهيدي كانت ب 2013 واواخر 2012 2013. اكزاكتلي اكزاكتلي. انا اللي بقوله انه مش انا اللي ما بعرف، هذا المركز له هيك له شغله كتير كبيره بقلبي بحياتي، لانه انتم مفكرين انه الناس لما بتجي بتزوركم بتكونوا هي عم تساعدكم، مش مزبوط. انتم بتكونوا عم تساعدونا،
أنا هذا المركز هو اللي ساعدني، هذا الأمل اللي كنت شوفه بعيون هالفولنتيرز وهالشباب والصبايا اللي يمكن موجوعين بس هيك بشوفوا ابتسامة حلوة، وقديش كنت انبسط لما شوف أشخاص وارجع شوفهم بعد فترة يكونوا تحسنوا ويكونوا تغيرت قصص بحياتهم. أنا بشكركم من قلبي لأنه عن جد كل شيء أعطيتوني إياه كان كتير كبير. I will keep supporting هالinitiative وهالمجهود اللي انتم بتعطوه forever and you know this. Thank you guys. Thank you. ومن قلبي اشكركم وستي سيف بهالمرحلة كلها. Thank you Wissam عن جد your words and the survivors يعني عن جد انتم الهيروز. في بس هيك بنعطي هيك a small word for our president سمعي جمعة. And thank you Wissam عن جد it means a lot for your attendance today. Thank you. It's a pleasure. It's always a pleasure. Thank you. Hi guys. في كتير اشياء بدي اقولها بس حاختصر اكيد. يعني المركز بيعيط لكم champions ووسام بيعيط لكم angels. يعني فعلا وصف دقيق للي عم شوفه قدامي. يعني the amount of support, the amount of hope, love, كل شيء اللي عطيتوه اليوم عن جد نحن احتجنا. يعني انتم عم تتشكرونا لوجودنا معكم اليوم بالويبينار، نحن بدنا نتشكركم على شعلة الامل اللي عطيتونا اياها. على فكرة اغلب الاودينس اليوم هن يا طلاب صيدلي يا صيادلة عم بيشتغلوا بالفيلد، ونحن خلال الخمس سنين صيدلي نتعلم على طول كيف بدنا نكون supportive للpatients وللfamily تبع الpatients وكذا. بس انا اللي شايفه اليوم من حكيكم يمكن انتم عم تعطوا سبورت اكثر من ما نحن كهيلث كير بروفيشنز بدنا نعطيكم سبورت. فعن جد يعني بحييكم من كل قلبي و I can see the bright future قدامكم. وعن جد يمكن من سنه ونص لهلا مش مبتسم قد ما مبتسم بهالويبينار. عن جد the amount of hope you guys gave us is unbelievable. ويعني نرفع تحيه كمان لل children cancer center على المجهود. يعني this is amazing to have something like that بلبنان. ووسام كمان انت يعني حتى امبارح بالميتنج لما كنا عم نتشكر وهيك يعني كنت عم تقول انت please no one thank me انا I'm part of the team. وعن جد على طول عم تفرجي انه you are part of the team بمجهودك وهيك حتى من قدي ال survivors مبينين انه بحبوك they cherish your efforts. فنحن بنقول لكم thank you so much for today وان شاء الله ما بتنعاد عليكم الكانسر وتضل لكم بحلكم بهالعطاء والله يحميكم يا رب. Thank you. Thank you Ismail. Thank you حبيبي. God bless you all يا جماعة. Stay safe وأهم شيء اهتموا بالأشخاص اللي بتحبون. هذه مرحلة جتنا بال 2020 تنعرف قيمة الحياة ونعرف قيمة الناس اللي عن جد كنا مفكرينهم for granted بحياتنا وهم مش for granted اللي أكثر الناس اللي قرب منا. We have to take care من كل شخص قريب منا. ونرجع نعطيه الوقت اللازم لأنه يمكن هالفيروس إذا إجا تيرجع يخلينا نوعى على أنه هذه الحياة ترجع على الأساس اللي هو أهلك وعائلتك والناس اللي بيحبوك حقيقة. أنا أفتكر كتار منكم اكتشفوا أنه بهذه الأزمة اللي حدك وبيسألوا عنك هني أهلك والكلوز سيركل تبعك. كل شخص صار باله بحاله بأهله بعائلته وكثير من الناس اللي عايشين وحدهم بهذه الحياة اكتشفوا انه بهذا الفيروس لقيوا حالهم عن جد لحالهم ورجعوا للمطرح اللي لازم يكونوا موجودين فيه حد الناس اللي بيحبون حياة لانه كانوا ملئين بصخب الحياة. بس لما تسكر صخب الحياة اكتشفوا انه كل شيء بيقدر بلحظة يروح بس بيبقوا الناس اللي بيحبوك حياة اللي بيسألوا عنه. فستي سيف والله يحميكم. You too, thank you. Thank you. Thank you, guys. Bye. 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 Thank you. Bye.